السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ اليوم إن شاء الله الفيديو مهم جدا لكل طلاب العراق وطلاب اللي عم يدرسوا في الجامعات التركية. مثل ما بتعرفوا يا جماعة أنه طلع خبر جديد من قبل الدولة العراقية أنه ألغت الاعتراف في بعض الجامعات التركية، وهني 24 جامعة تم إلغاء الاعتراف فيهم، اللي من ضمنهم أنقرة وحجة تبة والشرق الأوسط وغازي عنتاب. هدول الجامعات اللي شايفينهم أمامكم، هدول يا جماعة حاليا من أهم الجامعات اللي تم إلغاء الاعتراف فيها في العراق، منضاف ل الجامعات لقائمة الجامعات المعترف في بعض الجامعات. هلا رح اعرض لكم القوائم لإلها، بس قبل ما اعرض لكم القوائم لا تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو، تشتركوا في القناة، تشاركوا الفيديو مع جميع الاشخاص اللي بهم من هذا الامر مشان تعمل فائدة على الجميع. اول شيء هدول الجامعات اللي تم الاعتراف الغاء الاعتراف فيهم، وهدول الجامعات اللي تمت إضافتهم لقائمة الجامعات المعترف عليها.